قاعد ياكل من تحت. هلا وبالملثمين، كيف الحال؟ هلا. هذه البوابة، دخلنا عند رقم 7. هلا حبايبنا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا صحه وخير. اليوم راح ناخذكم بجوله كلش حلوه بحديقه ديترويت زو اللي موجوده بميشيغان. خليكم معانا. يس ليتس جو. يلا هاي دخلنا، خلينا نشوف هسه. سو اليوم اكو فعاليات اللي هي مالت الباني ويعطونهم هدايا تشيز مال شنو بي داخله هسه، خلينا نشوف. سي ثانك يو. ثانك يو. يلا من راح يفتح اول، ايان ولا يزن؟ واو اشوف شو داخل. واو سو نايس. جود. وات انسايد؟ شنو هاي؟ واو نايس ارسلان، نايس ارسلان قاعد يستكشف وصعد فوق هنا خلانا حبتنا الاولى. اجينا لهذا المكان، شو اسمك؟ ما شفنا، ما نعرف شنو هو، بس هو عصافير. وهسه راح ندخل على اول محطه اللي هي محطه العصافير او الطيور. واو المكان دافي. واو شنو رايكم اولاد؟ وي لايك ات سو نايس. شوفوا الله، شوفوا الوان الطيور ايش قد حلوه. يا شوف هذا ببغاء ايان. واو ايش قد حلوين. طبعا هذا المكان خليني اوريكم هيك الجوله سريع، مو ببغان لا شنو. وهاي شي مكان مسكر. لا هذا فوز اخضر، شوفه مو احمر، اخضر اخضر هذا. اي هذا اعرف انه مو ببغان. يا مو تروح انت سيد عليهم كم ارسلان. واو ارسلاني يو لايك ات. واو ارسلان طبعا صافر، خلينا نشوفه مستغرب هو الجرين اللي فوقاته. يلا ارسلان ليتس جو ليتس جو ماما. مي تو. شوف اللي هنا عصفور واقف بس على رجل واحده. يلا لا مو بروكن ماما، هو يحب هيك يوقع. شوفوا شنو لقينا، بيبي دوغ. يا عبدوه هنا شلال مسوين على اساس كلش حلو. هاي هنا المكان، قربنا راح نطلع. يعني ما طلعنا من جولتنا الاولى، ايان وارسلان تعبوا. ليتس جو. تونا اكتشفنا ان الذانات لازم هيك نسويها. هاو اطول ماما تخبل. يو لوك لايك تخبل. شنو؟ تعال يزن. واو شنو هاي؟ يزن سوانا النيو ستايل بالذانات. الله شنو صرت هسه هنا؟ ها؟ احلى شيء الجو حلو وشمس والاولاد مستانسين. ارسلاني منطلق. هاي ثانك يو. دخلنا حق المكان الثاني، هنشوفه. واو ما اعرف شنو اسمه الصراحه. تعالوا هنا، بابا بس يروح هناك لانه عند العربانه، اما احنا راح نروح هنا ونشوفه وين هو. مو موجود، يطلع بالافلام الكرتون. هذا هو هنا كأنه قاعد يسبح. اي هذا هنا مبين فوق. وين هذا؟ اجي اجي اجي. اللي يعرف اسمه يكتب تحت بالكومنت ايش قاعد يسوي. يشرب ماي. حبانا. وصلنا هنا للجمال عشان تشوفون الفرق بين الجمل الاجنبي والجمل العربي. جمل جمل والله ايش فيكم الجمل. اوكي صوتوا واكتبوا لنا تحت بالكومنت منو اجمل، الجمل الغربي ولا الجمل العربي مالتنا؟ الجمل العربي هذا شنو؟ انا ادري الجمل مالتنا احلى. هذا شنو شعبي؟ هو هذا مال شتاء، جمل مال شتاء. يا لانه بيه فرق هوايه، هو جمل على الدوب يعني ما ينعرف.
هاي هنا النافورة الشهيرة الموجودة بالحديقة، ان شاء الله بالرجعة نقعد نصور يمها. هسه احنا ماشيين بطريقنا سيدة ومكملين، وخنشوف وين راح نروح. اي عيال، انت تريد تاخذ منه ارسلان الكاندي او يريد يقشمر عليه؟ اي يريد يقشمر عليه وياخذ منه الكاندي. بس ارسلان ما خلاه تاخذ منه كاندي او يقشمر عليك. ما خلاك تاخذها. صار ساعة حاطة بجيبه وكاظة. اها شوف، اي يعرف وين راح. شوف شوف ماسكها، شوف جيبه، لانه بس يشيل ايده يا راح يجي ياخذها. حبيبي هو حبيبي هسه حبيبي. طبعا الاكس ايه كلهن عيان اكل، اكل مالتك ها ومالتي ومالت يزن. يزن خطيه بس وحده اكل. شوف يزن شو زعلان خطيه. لا راح يبكي. قاعد ياكل من تحت. الحمد لله اني جبت لهم سناك لان ادري بيهم ماشميلو، فاهم شيء لما طلعون يجيبون سناك حق الاولاد شوي يهدون نفسيا. كل ما نتمشى شوي نقعد هيك فد ربع ساعه نلبي طلباتهم وبعدين نكمل نمشي. هاي لما يكون ارسلان ساكت الحظ يصير بي. شو شو لقينا؟ شوي slowly be gentle. He don't like candy, Arsalan. He doesn't like chips. No, he don't like chips even. Whoa! Wait, Baba. هذا شيء أرسلان يريد يمسكه. واحترينا ونزعنا الجاكيتات. جايبين عرمانه. زين. الحمد لله الجو هيك بارد وبي شمس، يعني لا هو حار ولا شيء. اخر مره اجينا كانت كلش حاره ما استمتعنا. طبعا هاي الايام الاجواء كلش حلوه، فانصحكم انكم تحجزون وتجون هنا لان الجو بي بروده ونفس الوقت بي شمس، يعني كلش حلو. الحديقه كبيره كلش، يحتاج لها مشي هوايه، فحلو لما يكون الجو شويه بي بروده عشان تستمتعون اكثر. هنا وصلنا عند التايجر اللي هو النمر، خلينا نروح ونشوفه. شنو صار؟ لزقوه. خلينا نشوف الغوريلا وينها. وين لزقوه؟ هنا؟ قاعد تشوفون اللي قاعد نشوفه لو لا؟ قاعد اسوي لكم زوم. هلو يما اجانا. هاي. Hi, beautiful gorilla. Thank you. Today is a nice weather, yeah? I know. He's not beautiful. Come here. Why are you hiding? No, شوف شوف طلعت. بس قال لها يا زن you are not nice. زعلت وطلعت. شوف. قالت منو يقول عني أنا مو حلوة؟ حبيبي I like you. شوف يا حبيبي I like you. شوف منو اجي، شوف منو اجي. الله هلا هلا يا هلا مرحبا يا هلا بطش ورش. بابا لا. شوفوا الالوان ايش قد حلوه، ايش قد حلوه. بابا بابا can I take the feather out؟ لا ارسلان ارسلان don't touch it. Be nice. Yeah. What are you doing? احلى شيء ردة فعل ارسلاني، شلون منصدم. وين راحت؟ وين وهنا؟ وحليلهن على قولت الاماراتيين، وحليلهن نايمات واحنا قاعدين نباوع لهم. بس يقولون علينا شنو هاي المخابي قاعدين يباوعونا ما ناخذ راحتنا. ووصلنا الان عند وحيد القرن. مرحبا الساعة، هلا بكم والله. هلا والله. شلونكم شخباركم؟ خشمك تعبت ارسلان؟ يلا اقعد شوية. وصلنا للجميلين واجمل الجميلات اللي هم الدبادب الحلوين. هلاو ولا واحد معبرنا لاهين ياكلون. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله خنقنا. ايه يعني هسه حتى برا لازم تلبس ماسك؟ ما ادري. اي والله خلينا نشم هواء. اوف واو. اي والله راحه نفسيه. صدق شنو هذا بالصيف تجي هنا ولابس هذا؟ يما من سابع المستحيلات اجي. ايه جربناه هذيك المره. حاره تكتل. بالصيف ايه. وتعب ارسلان وهاي النهايه. ترررر. ارسلان شلون الجو عندك؟ حلو؟ ثانك يو. هسه داخلين حق الكانجرو. افتح يا سمسم.
شوف شلون ديش قاعدة. قاعدة حافة شلون حلو يمنع عادي. شنو تمدد تقول شنو هاي؟ من قاعد يسوون هذيلا؟ ليش قاعد يباعون علي؟ شلون حاطة ايدها؟ ايه يقول لي. واحد قاعد. تعال يا زين. غربت لكم اياها زوم احنا تشوفون شلون قاعدة. واحد من جماعتنا ويجون ياخذون. لا شوف هذا مربطها على ظهره. قاعد يسوي الشمس طبعا. راحكم راح عليكم شغله. احنا ما فتحنا الكاميرا اول ما دخلنا. شفتوا الكنغرو هناك؟ قال لنا الريال انه ضموا الاكل. بس حضرت يزن ماكو شافوا عنده اكل وهجموا عليه ذبيناه وشردنا. اي بس حرامات ما صورنا لكم اياه. Thank you. حطها بيدك. هو يجي. ناين. هو فارس الآن. صرنا ساعة ناطرينه. شنو اسمه يزن؟ مول. وحاليا متجهين والاجواء جميله وصعدنا هنا فوق. الشمس جدا حلوه والاولاد مستانسين. يعني الصراحه جوله جميله انكم تجون وتستمتعون بالاجواء في حديقه الحيوانات بديترويت زو. وين اكل مال؟ والان معكم البافلو امريكان الثور الامريكي. الثور الامريكي يا هلا بكم. مرحبا الساع ما يقلدون. شوف شو لقينا. هلا. غريبة يعني شوف المكان مفتوح وعادي مخلينهم يروحون ويجون. ما يطيرن بس هذا النيش يطيرن. هذا النيش شوفوا بيه يطيرن. شوفين اي بس يعني يطيرون ويرجعون. احلى شيء اريان لما يوكل الحيوانات. حبيبي حبيبي حبيبي. حبيبي ها اريان. حبيبي حبيبي. هجموا علينا نطوا من السور واجوا ورانا. كانوا هناك وهسه اجوا هنا. ما خلونا نروح. اكل اكل اكل. شوف طلعوا برا. وصلنا حق هذه المحطة وخلينا ندخل ونشوف شنو نانا اكو. يا هلا والله هلا بالزين كله. شوف يزن وارسلان شنو سووا. ربطوا مع بعض بحبل هم مع بعض. يدلي على الجارفج. يدلي على الجارفج. نريد يشمرها. اشمرها ما قاعد تاكل. ماذا ماكو شبعانات هذا. تعرفون شنو صار ويانا؟ طلعنا احنا اخر ناس موجودين هنا بالحديقة. والسكيورتي هناك جاي يقول شو عندكم انتم؟ احنا مسكرين من زمان الحديقة. كثر ما الحديقة كبيرة وقاعدين نفتر بيها وكنا رايحين نشوف بزوايا وهاي ف ما ندري ان الحديقة مسكرة. بس شنو اكو مبنى قلنا خلينا ندخل نشوفه اللي هو البي الحيوانات البرمائية. شفناه مسكر قلنا يا ربي ليش مسكر؟ هسه افتهمنا ليش مسكر. لان الحديقة بكبرها مسكرة. وما دام احنا هسه في الحديقة بعدنا وصلنا احنا وياكم نختم الفلوق وياكم ونشوفكم على خير وباي باي. وهاي اخر الجولة الدائرية. الشمس بعيني. أيبا. يا سلام. هلاو. هلاو. السلام ما طال. لا تنسون تتابعونا تشتركون بالقناة وتابعونا على الانستغرام والتيك توك ونحبكم وايد. والحلو تعب. باي باي. باي باي نحبكم. نحبكم. باي.